بيان الذي نشره وعممه أو عممته مجموعة محامون من أجل العدالة حول الاعتداء على مركبة الناشط أمين عرمان، يحدثنا الآن عبر الهاتف بنفسه. صباح الخير أستاذ أمين. صباح النور، صباح النور لكم لكل المستمعين في وكالة وطن للأنباء. أهلا وسهلا بك. يعني بداية، ما الذي حدث معك؟ بداية ما حدث هو في العرف الفلسطيني أعتبره هي سياسة ممنهجة لسياسة قمع وتكميم للأفواه وللمشاركة السياسية في الانتخابات المحلية، وهذه السياسات التي تمارسها الأجهزة الأمنية هي سياسات مرفوضة جملة وتفصيلا، بل أنا أعتقد أنها خطيئة وطنية وإساءة لمسيرة النضال الفلسطيني العظيم ولتضحيات شعبنا العظيم على مدار تاريخه المشرف والطويل. ما حدث لي تحديدا يوم الثلاثاء هو جريمة وطنية وقانونية وأخلاقية، وأطالب النائب العام بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين. يعني تمام، ولكن ما الذي حدث بالتفصيل؟ ما حدث تحديدا، كنت يعني أسوق مركبتي باتجاه بلدتي عين يبرود، نعم، قادما من سلواد، وفجأة وأنا في الطريق يعني توقفت مركبة في وسط الشارع العام، وخرج مسلحين من السيارة وهاجموا سيارتي وبدأوا بمحاولة تحطيم زجاج السيارة من كل الجوانب ومن كل الجهات، وحاولوا فتح الصندوق والدخول إلي في ضمن مشهد مرعب ومخيف، أخافني جدا. وكان هذا الموقف، حاولت أن يعني أوقف السيارة، وقفت السيارة حتى لا أكون لا سمح الله بحادث. وبعدها جاءت سيارة من الخلف وبدأت كذلك بضرب الزجاج وضرب السيارة من أجل الخروج ومحاولة اختطافي واعتقالي بدون أي مسوق قانوني أو أعرف من هذه الجهة التي تحاول اختطافي أو اعتقالي أو احتجازي أو توقيفي. لم يتم إبراز مثلا بطاقة بحيث نحن من المخابرات العامة أو أي جهاز آخر أمني؟ أختي، أنا أتحدث وأنا مسؤول عن كلامي، أنا كنت أقود السيارة بأمان الله، وفجأة يخرج إخوة أو يخرج أشخاص مسلحين ومعهم طبعا إلى السيارة مسرعين وبهتافات عظيمة، افتح افتح الزجاج، افتح السيارة، افتح الباب، احنا كذا احنا. طب أنا لا أعرف من الجهة التي تقف وراء هذا العمل، وبدأ الناس بالتجمهر وبدأوا بالصراخ وبدأوا بمحاولة عرقلة هؤلاء الناس، وقال لهم لماذا تعملون هذه الأمور، لماذا تحاولوا اختطاف الرجل؟ يعني هم قالوا أنه نحن مخابرات، ولكن يعني ما الذي يعني يثبت ذلك أن هم فعلا من جهاز المخابرات؟ كيف تأكدت أنت لاحقا من ذلك؟ أختي، أنا لم أتحقق أنهم مخابرات، إلا أني أنا علمت أن أحد الأشخاص الذي كان قد اعتدى علي وعلى زوجتي في 2018 هو كان معهم ضمن الإخوة اللي كانوا موجودين لمحاولة اعتقالي، ولذلك أنا يعني جاء متأخرا وحاول أن يفتح الباب. أنا تعرفت على الشخص ولم أتعرف على الجهاز، لأنهم لم يبرزوا أي بطاقة إلا أنهم، وبعد أن هجم الناس وبدأ الناس بالصراخ وبدأوا بمحاولة إزاحتهم من الشارع العام، ومحاولة لأن تم إغلاق الشارع بالكامل. نعم، ولكن كيف ربطت ذلك ربما بموضوع الانتخابات؟ نحن نتعرض لحملة شرسة، واضح للحملة الأخيرة هي حملة منظمة من أجل الإخوة الذين شاركوا بالانتخابات. نعم. أنا معتقل سياسي لعدة مرات عند الأجهزة الأمنية، ليست هذه المرة الأولى، وأعتقد أنها لن تكون ممكن الأخيرة بسبب الوضع السياسي المتأزم الموجود عندنا في الضفة الغربية. نعم. ما جرى تحديدا وبعد الحملة، بعد فوز قائمة عين يبرود تجمعنا والتي كنت أنا أحد الأعضاء الموجودين فيها وترتيب السادس، وكانت هناك قائمة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في القائمة الأخرى وهي قائمة اثنين، وكانت الانتخابات حامية الوطيس وحضرتها المحافظ الدكتورة ليلى غنام ورئيس الوزراء شتية. نعم. حضروا يعني جاءوا إلى مركز الاقتراع، وكانت يعني انتخابات حامية الوطيس.
نعم. وكنت لكن... أنا مشارك بهذه الانتخابات. نعم أنت تتحدث أنك شاركت بالانتخابات بالقائمة رقم واحد، هل نعم. هناك ربما أشخاص أيضا تعرضوا للاعتقال أو تعرضوا للمضايقات في نفس القائمة؟ أختي لم يتعرض أي من الإخوة الباقيين، لأن أنا يعني أنا بالنسبة لي إنسان معتقل سياسي وأسير محرر قضية يعني سنوات في السجون الإسرائيلية. الإخوة الباقيين هم يعني إخوة مستقلين. جميل. اليوم يعني أستاذ أمين ما هو المطلوب؟ أريد أن أسألك أو أسألك بداية، إذا ما قامت المخابرات أو أي جهاز أمني آخر بتقديم الاعتذار لك، وإن كان نعم أو لا، اليوم ما هو المطلوب؟ المطلوب أختي تحديدا أنا أطالب النائب العام بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين ضمن القانون الأساسي الفلسطيني الذي أحترمه، وأطالب النائب العام بتوفير الحماية لي ولولدي معتصم والذي هو على مطلوب للجهاز الأمن الوقائي تحديدا بخصوص مشاركته في العمل النشاط السياسي داخل الجامعة، وهذا الشيء يعني مخالف للقوانين وللأعراف الفلسطينية، وما حجنا في هذه الأوقات العصيبة وفي هذه ظل الهجمة الشرسة من الاحتلال على أرضنا ومقدساتنا إلى أن نجمع كلمتنا ونوحد صفوفنا، ليس أن ننزلك بوراء أمور لا تخدم مصلحتنا وطنيتنا العليا، المصلحة الوطنية العليا يا أخي. جميل، ولكن هل اعترفت أي جهة أمنية بأن من يعني أنا من قام بهذا الفعل هو من أفراد الأجهزة؟ أختي كان هناك اتصال لزوجتي وقال إن احنا المخابرات الفلسطينية بدنا زوجك بعد ما صارت الحادث، وهذا يدلل على أنها كانت فعلا هو جهاز المخابرات الفلسطيني، لأنها تم الاتصال بزوجتي وأخبروهم أننا نريد زوجي. نعم. إذا يعني كيف أختي يعني كيف لنا كفلسطيني، أنا فلسطيني أحمل الهوية الفلسطينية وأحمل الجنسية الأمريكية. نعم. مع كل ذلك أنا صامد ويعني موجود في بلدي من أجل أحافظ على الهوية والانتماء، وسحبت أولادي الذين هم مواليد للولايات المتحدة الأمريكية من 2003 إلى اليوم وهم موجودين في فلسطين، لم أكن بتربيتهم خارج فلسطين لأني فلسطيني وأعتز بفلسطين. نقدر ذلك، ولكن يعني مجموعة محامي من أجل العدالة أصدرت بيان استنكرت فيه ما حدث، هل كان هناك أي رد من أي جهة رسمية؟ لم يكن لغاية الآن لم يكن هناك أي رد من أي جهة رسمية على الحادث، وهو حادث مشهود ومعروف وموثق وموجود في عين يبرود والكل بيشهد ما على ما جرى، يعني عملية إرهاب يا أختي، إرهاب منظمة. أنا فلسطيني، أنا يعني أنا فلسطيني الهوية والانتماء، ماذا يحدث؟ هل هذا على الانتماء السياسي والإقصاء السياسي؟ يعني ما يحدث هو جريمة، والله صحيح. إنها جريمة. صحيح. إذن يعني هذه هي روايتك أستاذ أمين عرمان، حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، ويبقى الباب مفتوحا لأي رد من أي جهة رسمية حول الحادث.